كما حافظوا عليها الشهداء لازم يحافظوا عليها. كما قال الرئيس بومدين، إذا كانت شبيبة الأمس قد دفعت ضريبة الدم فعلى شبيبة اليوم أن تدفع ضريبة العرق لتكون خير سلف لخير سلف، خير خلف لخير سلف. من حق الواجب الوطني، من حق بلادنا، لازمنا نكافحوا معها بأي طريقة. وهذه التقاليد تقاليد راسخة، لولا كلمة التي يدلي بها الشعب الجزائري بكل حرية لاختيار الرجل المناسب الذي يقود هذه الأمة لأبر الأمان. احنا مازلنا واقفين، مازلنا رجالة ونساء واقفين على البلاد. ابني معايا باش يتعلم كيفاش يفوطي، يز نظرة الانتخابات كيفاش يكون.